صباح الخير، صباح يومي جديد. اليوم بدنا نعمل تمارين لصقر الأرداف. إجا الصيف وبدنا كل حدا بيهتم في جسمه في كسماته، فخلينا نشتغل مع بعض. اليوم معنا رح تكون هيا ورح تكون سلمى وأنا معكم زينب. يلا التمرين الأول بدنا نبلش فيه عشان ما نضيع وقت، نستغل الوقت كله. نفتح رجلين عريضة، أوكي، وبدنا نحاول نثني بس warming up، يعني نعمل إحماء، وبنطلع كمان مرة جهة تانية. بنحاول ننزل الحوض قد ما نقدر عشان نشغل أردافنا اليوم. طبعاً التمارين راح تكون تحتوي على تمارين تشتغل على الأكتاف وعلى المعدة، بس هي أكتر إشي على الأرداف. هلأ بدنا نضيف الإيد، نحطها halfway. بصير أصعب هيك، اللي ما بيقدر مش مشكلة، بيقدر يضل فوق. هلأ بدنا نحاول ننزل إيدنا الجهة الثانية، مجرد إحماء بسيط. آخر مرة نضل فوق، hold، نعمل شوي شوي، نروح على الجهة الثانية. ممتاز. هلا بدنا نبلش بالتمرين الأول. خلي رجلينا مفتوحة، بدنا نعمل وضعية الطعن. رجل اليمين بدها تكون 90 درجة، الحوض يكون مربع، وزننا على رؤوس الأصابع، بننزل 90 درجة. إيدينا بدنا نخليها مستوى الكتاف، إحنا فوق هون بس نطلع بننزل. يلا نبلش. أهم إشي إنه الكتاف تكون 90 درجة. رح تحسوا بهذا التمرين بالرجلين. هلا بدنا نرفع شوي إيدينا، بدنا نرفع على طابة أو كرة القدم، فبده يصير نرفع هيك بالزفير وننزل شهيق. نرفع زفير، توازن، البطن مشدودة، رح نحسها بالقدم كمان، بالبطة تاع الرجل. كمان اثنين، كمان آخر وحدة. ممتاز. نرجع على الوسط، نفتح رجلين نطلعهم لبرا. بدنا نعمل سكوات، ننزل واحد اثنين ثلاثة، ممتاز، أربعة. هلا بدنا نعمل بولس مع هولد، ننزل قد ما نقدر، مزبوط. هلا بنلف على الجهة الثانية، نفس التمرين اللي عملناه على الجهة اليمين نعمله على الشمال. الرجل 90 درجة، الحوض مربع، نبلش. هلا إيدينا بدنا نفتح ونسكر، أوكي، نبلش. إيد مفتوحة، نسكر فوق. ما ننسى نتنفس. آخر مرة، ممتاز. هلأ نتوازن وبدنا نطلع لفوق على الرجل. يا زفير فوق، شهيق، بننزل زفير فوق، الرجل خلفية مستقيمة. كمان سبعة، كمان ستة، كمان خمسة، رح تحسوها كمان هون، أربعة، ثلاثة، اثنين. آخر مرة، ممتاز. نجيب رجلينا جنب بعض، بنحركهم شوي. هلا بدنا نبلش تمارين أرضية. رح يكون التمرين في توازن، رح فرجيكم جهة الشمال بس رح نبلش في جهة اليمين. بتكون إيدينا تحت كوعنا، أهم إشي بعرض الكتاف، الركبة تحت الحوض. التمرين هو إنه بنرفع رجلنا، الحوض بيكون مربع، بنحاول نخلي رجلنا عند كتفنا الشمال، رجل الشمال كتف الشمال، بعدين رجل الشمال كوع الشمال، رجل الشمال كوع اليمين. هلا بدنا نبلش التمرين بجهة اليمين. يلا ما ننسى نتنفس. شهيق ناخذ، زفير ناخذ عند الكوع، الكتف عفوا، عند الكوع، كوع الشمال، عم شغل المعدة في توازن. نوصل قد ما نقدر،
لفوق للكتف، زفير عند الكوع وزفير عند الكوع الثاني. رح نلاحظ نبض القلب بيرتفع، في توازن. رح تحسوها بالرجل على الأرض وبالرجل اللي بتتحرك. إذا في عندكم مشاكل بالركبة بتقدر تحطوا مخدة أو أي إشي بتريحوا. آخر مرتين. آخر مرة. ممتاز. هلا بدنا نعمل الجهة الثانية. بلش بجهة الشمال، نرفع للكتف للكوع، كوع اليمين. كمان 5-6 مرات. كمان 5. كمان 4. ما ضل شيء، تحملوا، حاولوا تكملوا قد ما تقدروا معنا. آخر 2. آخر مرة. ممتاز. نريح الظهر شوي، نعمل تقوس، نفس، نطلع فوق بشهيق، زفير، شهيق. ممتاز. التمرين اللي بعده في توازن رح يكون، رح نخلي بالعادة احنا بنعمل رجل عكس ايد، اليوم بدنا نعمل الايد والرجل مع بعض. رح يصير شيفت للوزن، رح ننتقل شوي نميل لليمين او لليسار، مش مشكلة، بس حاولوا اذا صعب عليكم تفتحوا رجلكم. نبلش ناخد توازن، نركز على نقطة، نشد المعدة. أول إشي نرجع نرفع رجل اليمين، حسينا في توازن، نقدر شوي شوي نرفع. بنضل هون 7 6 5 4 3 2 1. هلأ بنجيب كوع اليمين مع ركبة اليمين بالزفير. إذا صعب نرجع التمرين اللي قبله. كمان 4 مرات. كمان 3 2. آخر مرة. ممتاز. هلأ بنحاول نفتح، أفرجيكم إياه على جهة الشمال، بنريح شوي، نفتح بعد ما نتوازن هيك، نفتح إيدنا مع رجلنا. رح نعمل هذا الشيء على جهة اليمين. يلا نبلش. أول إشي بدنا نتوازن كمان مرة. يلا 1 2. اللي صعب عليه بيقدر يحط إيده على الأرض وبيرجع، بضل بس يحرك الرجل، مش مشكلة. التمرين نفسه إحنا عم نحرك الأرداف، مظبوط. نحاول نرفع الرجل قد ما نقدر، نريح، نرجع شوي تشايلدز بوز عشان نعمل هاي جهة مرة تانية. أوكي، نطلع كمان مرة. هلأ التمرين رح نمد إيدنا مستقيمة، كوع لركبة، وبعدين نفتح لجنب. يلا أول إشي بدنا نتوازن، نشد المعدة. اللي ما بيقدر بده يعمل التمرين قبل ما نبلش، رجل ركبة لكوع، بياخدها لورا بيجيبها لجنب وبيرجع كمان مرة، وبيضل هيك. يعني ما بيشتغل بالإيدين، بس إحنا عم نشتغل بالإيدين. يا توازن، كوع نفتح بنرجع، كوع نفتح بنرجع. ما ننسى نتنفس. آخر مرة. ممتاز. هلأ بدنا نبلش بالجهة الثانية. أوكي يا التمرين الأول بدنا نتوازن، شد البطن، لا النقطة تاعتنا،
سبعة ستة خمسة أربعة اثنين واحد. بننزل. هلا رح تحسوا أنتوا في الرجل على الأرض كتير، أوكي مش مشكلة، اثنينهم رح يشتغلوا. يلا هلا كوع الشمال للركبة الشمال، زفير كمان، ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين، آخر مرة. نريح شوي الرجل اليمين، ممتاز. هلا بدنا نفتح، ناخذ توازن مرة تانية، نفتح واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كمان ثلاث مرات. تعبتوا؟ نزلوا مش مشكلة، كمان مرتين، آخر مرة. نريح شوي تشايلدز بوز قبل ما نعمل تمرين اللي بعده. اوكي نفحنا شوي شوي، هذا اخر اشي للتوازن. هلا بدنا نبلش تمارين تانية بعد هذا التمرين. نتوازن، نرفع ايدنا، نلاقي النقطة تاع التوازن، كوع بنفتح، كمان اربع مرات، كوع نفتح، كمان ثلاثة، اوبس، كمان اثنين. انا خربطت مش مشكلة، هلا بنعمل وحده كمان زياده، ممتاز. بننزل مرتاح تشايلدز بوز. نحاول ناخذ نفس عميق، نحاول نحسب لاربعه بالشهيق واربعه بالزفير. اوكي هلا بنرجع كمان مره. هلا بدنا نجي لوضعيه المسطره. الخيار السهل بهاي الوضعيه، احنا رح نخلي زي ما حكينا ايدينا عرض كتافنا، خط مستقيم، كتف الكوع والرسغ رح يكونوا. الخيار السهل بنكون بهاي الوضعيه، بدنا احنا نعمل جامبينج جاكس مع هدول، بس هو بيكون على البلانك، فبنقدر نفتح رجل بعدين نرجع، نفتح الرجل الثاني بنرجع. هذا هو الخيار السهل. او بنقدر نرفع نفتح رجل، نفتح الثانية، نرجع رجل، نرجع الثانية، أو نقدر نعملها ورا بعض زي ما هلأ نحن نعملها. لا الإشي الليفل الأعلى. نبلش عشر مرات. يلا نشد بطننا، ما في تقوس بالظهر، خط مستقيم. يلا نبلش، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. نحاول ما نرفع المقعد، عشرة مظبوط. نريح. اوكي هلا بنرفع كمان مره، بنرجع وضعيه المسطره. الخيار الاسهل نرفع رجلنا، ناخذها لورا تحت سايد. هذا هو الخيار السهل، الاشي سهل. الاشي المور ادفانسد نرجع لوضعيه المسطره، بنشد بطننا، نرفع الفخده الداخليه هون عم تشتغل عندنا بالتمرين، نفتح لفوق، بنرد نرجع، ناخذ الجهه الثانيه، ناخذها لورا، نفتح لفوق، ايدينا خط مستقيم. كمان مره بنرجع، يلا نرفع رجل الشمال، نفتح، نرجع. كمان مره بنرجعها، نرفع الرجل شوي على الارض، ناخذها لورا، نفتح، نرجع. هون عم يشغل الكتاف، البطن والفخذات الداخليه. كمان اربع مرات. كمان ثلاث مرات. آخر مرتين. آخر مرة. ممتاز. هلا بننزل تشايلدز بوز ونبدي بالكول داون أو بتهدئة نبضات القلب. نعمل سفينكس بوز. أول إشي بنرجع إيدنا على الكوع، نريح المعدة، البطن، عضلاتها شوي شوي شوي، نطلع ننام على ظهرنا، نعمل ستريتش للفخذات، نرفع
اوكي بننزل رجلينا، حط رجلي الشمال على الركبه اليمين، نعمل فليكس، اصبع رجلنا يطلع على الركبه، بنحاول نجيب الركبه اليمين لنا. وهيك بنكون خلصنا التمارين تاع الارداف. ان شاء الله تكون عجبتكم ونراكم الحلقه القادمه بتمارين جديده. الى اللقاء، مع السلامه.